كما شهد نهائي النسخة الفارطة من كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل واتحاد بالعباس هتافات حاملة إساءات الوزير الأول السيد أحمد أويحيى جعلته يرد بقوة على هؤلاء. اليوم راك تتكلم معايا ولا مسؤول على حزب ومسؤول على الحكومة؟ أنا وليت الشعب، كبرت في وسط الشعب وشبعت الملاعب في صغري، ونعرف السبان تاع الملاعب. بنزيد لك كمسؤول، 2000-3000 اللي كانت تسب نعرف شكون خلصهم، نعرف شكون حرضهم. إذا كاين واحد المثال بالعربية يقول لك كي يظهر السبب يبطل العجب. ثانيا في نفس القناة، لو كان ما قيل عبر على إحساس تاع الشعب، قال مثلا درنا الباطل في الشعب ولا عملنا كذا ولا عملنا كذا، لكان ربما تسمع موسى. حتى المعسكر اللي جابوا فيه الجماعة اللي خلصوهم، وانا نقول لك بكل سهوله لان السره تاعي قطعوها لي في بعد من في ولايه تيزي وزو، ما كانش جمهور جي اس كاكول. بنزيد روح معك ابعد، لو الشعب اللي نضرب من احمد ويحيى على جمهور سودي سيدي بالعباس كانوا يسفروا عليهم.